المساعد يرفع الراية والمخالفة لنادي صفاقسي. دونك ثم لاعب يتيح من جانب الترجي. كيرا تنشاهد واش صار بالضبط. دونك وكأني بيه معناها ثم ضرب بالراس وكأني بيه قل... غازي شلوف، غازي شلوف يسدد، تضرب في شمس الدين الزوادي والحكم يقول ضربة جزاء، ضربة جزاء لنادي صفاقسي بعد تدخل عنتر يحيى مع ادري ساكواتي. هذا ربما اللي كان يحكي عليه قبيله منتصر الوحيشي بالنسبة للعمل اللي قاعد يقوم به ادري ساكواتي. ضربة جزاء لنادي صفاقسي، هذه الإعادة في حواره مع عنتر يحيى. مراد بن حمزة يقول ضربة جزاء لنادي صفاقسي. ينطلق فخر الدين بن يوسف، فخر الدين بن يوسف يتبع فيها وسيم النغموتشي والحكم يقول ضربة جزاء، ضربة جزاء لنادي صفاقسي، ضربة الجزاء الثانية في هذه المباراة وهي لنادي صفاقسي بعد تدخل وسيم النغموشي مع فخر الدين بن يوسف. هذه الإعادة والحكم مراد بن حمزة يقول ضربة جزاء. الصورة أمامكم والحكم مراد بن حمزة يقول ضربة جزاء لنادي صفاقسي. بالتأكيد كل ترجع من عنتر يحيى لبليلي ثم مخالفة. خاصة من الجانب التكتيكي سمع دربالي أحمد العكيشي رأسية محمود بن صالح والمطالبة بضربة جزاء من جانب ملاعبي الترجي ايضا حتى الجماهير الحاضره بعد ساكني لاعطى اكثر عمق هجومي للترجي. هذه الاعاده للعمليه الاخيره والكره مرفوعه توصل البلايلي التحذير والمطالبه مره اخرى بضربه جزاء والكره الرامي شريدي. من مامو يوسفو ياخذها العكيشي، العكيشي سدد وترجع من دفاع نادي صفاقسي. فخر الدين بن يوسف هذه الاعاده لتسديده. تفضل احمد تفضل. معايا سي رياض بنور رئيس فرع كره القدم بالترجي الرياضي. سي رياض يظن ما تقبلتوش الهزيمه اليوم. لا 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 عش خويا السؤالات لا ما تقبلناش هزيمه. انا ريت تبعت الرياكسيون يا رياض، ريت الرياكسيون حتى ما حد يتكلم. تفضل. تو انت تحب تعبر على موقفي انا، الظلم اللي ريناه اليوم بالدرجه هذه واحد يتظلم؟ ايش يتمثل الظلم يا رياض؟ 7000 بيناتي. انت متاكد اللي هو بيناتي؟ اي متاكد يا اخي. مالها شو متاكد؟ هاك قاعد عملت مافيولا انت متاكد؟ اي تفرج عنا ناس تفرج في التلفزه شنو تقول لي ما عندنا مافيولا؟ السيد هذا خلينا نضحك انا، راهو اليوم نخدم صفاقس ونخدم الاسبيرانس، السيد هذا اليوم عطى 18 ورقه صفراء لصفاقس وخرج من الجوالات من الاسبيرانس، شوفوا قدام من ورقه صفراء وقدام من احمر وشنو النتيجه اللي عمل فيها على كل. علاش ما نتقبلوش الهزيمه احنا؟ نادي صفاقس كرويا كانت ممتازه اليوم بالطريقه هذه. يعني كيفاش الطريقه؟ عايش خويا بالطريقه هذه ضربه جزاء ثانيه ما فماش منها، على الاقل على الاقل ضربه جزاء واضحه للترجي الرياضي التونسي. الترجي الرياضي التونسي خليني نعطيك احصائيه اللي كنتي ما خذاش حتى ضربه جزاء الموسم هذايا، الناس الكل خذات. عيب عيب. خلي من الحكم رياض الترجي اليوم معناتها كان يستاهل يستحق الانتصار. اعذر له حسين واش باش نقول لك. الله يهدي جاب ربي اليوم الصدمه ما فيش برشا عباد والكره احنا رانا الطرح الكل فاهمينه عايش خويا ونكتفي بهذا. شنو الطرح؟ نظريه المؤامره يا رياض ديما نظريه المؤامره. الترجي اليوم كان يستحق الانتصار.
ايش بيه؟ بينسل فيه. ايه كان حق الانتصار، كيما تعطينيش حقي في التيران. شو سؤالتك؟ علاش ما فهمتش انا سؤالتك؟ ما ريتك تسال كيف في التراجي. اسئله عاديه معناتها رياض. مش عادي. النادي الصحي تحب تقول انت، انت تحب تقول الحكم فاز على النادي الشخصي؟ الحكم معناتها الترجي ظلم اليوم، الترجي ظلمت من الحكم بطريقه واضحه، والمافيولا تتوريك ليك انت مش ليان. يعطيك الصحه رياض، هذا موقفك، هذا موقفك. عبد الخالق في انتظار اني ناخذ